سيدي بوسعيد هذيك راهي فريمون في قلبي. هاك عملت ديجا الفيرني نتاعك على لون فوالا اللون سي البسيط. هاوليك شوفي شاه ماكلتكم بزاف 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 بنينه، الماكله التونسيه بنينه الجزائريه، ما كاش اللي يقول لي هضره واحده اخرى في هذا. الله لا ما نقبلش، نحبوا ليا وحدي. والله نحبك بزاف. هذه هي. عسلامة. عسلامة. شحوايلك؟ صافا الحمد لله. منين جيتنا؟ من الجزائر. مرحبا بيك. منين يعني. من الجزائر؟ من دية. منين؟ من دية. من دية؟ وي. وين دية؟ جنوب شرق؟ في الشرق تاعها. ايه قريبة لتونس يعني؟ بعيدة شوية. أول مرة جيت تونس؟ لا بروميير فوا هي. شنو رأيك في تونس؟ صافا عجبتني. شنو عجبك؟ حوايجي عجبو حوايج لا. شنو مال الحوايج اللي عجبو شنو مال الحوايج اللي ما عجبوش؟ عجبوني حوايج بلايص تاعها وكامل والحوايج اللي ما عجبونيش شويه مون شير. كيفاش بلو شير في الحوايج؟ بارابور لينا هذا هي. كيما شنو شنو مشيت صمت ولقيتو حوايج غاليين بارابور لينا؟ عندنا حوايج احنا رخاص بزاف عليكم نتوما، لكن غلاء الاسعار موجود في كل بلاصه يعني. كيما راهو اليوم فما غلاء اسعار في تونس كيما موجودين في الجزائر. جيت شريت باسكو لازم ندي سيفونير لماما لولادي البابا لخياتي. شنو شريت؟ شريت بزاف صوالح لي غوب صباط هذاك الشلاكه تاعكم كما تقولوش تاع الشر. شيت ساك الماما. شيت بزاف صوالح لي بورتوكلي. والماريولي هذا من تونس ولا؟ لا من الجي. عندنا هكا زاده في تونس. عندكم؟ ايه. شنو رايك في تونس؟ عجبتني ونعاود نولي ان شاء الله لابروشان ان شاء الله نجيب ولادي. شكون نصحك بيجي لتونس؟ نشوف بزاف لي تيك توك فوالا عجبتني حبيت نروح والبلاصه اللي عجبتني بزاف بزاف سيدي بوسعيد هذيك راهي فريمون في قلبي. هاك عملت ديجا الفيرني نتاعك على لون فوالا اللون سيدي بوسعيد. هاوليك شوفي شاه شاه عملتهم في تونس هذوما؟ لا في الجي في طوالي. ايه ما عليهم يعيشك. اكثر بلاصه جبدتك وانت ما زلت ما جيتش لتونس؟ قلت لي باس سيدي بوسعيد قلت لك راهي فريمون في قلبي حابه نشوفها هذه على جال البلاصه هذه لاني جيت. وشنو رايك في القهوه هذه كل بلاصه والنخوه والجو هذاك باغي نروح له وكل فيو على الدروب فوالا. شريت لا غوب شريت طربو شريت لاخر وهذيك اللي تروح ولا بوشيت باش نلبسهم دوك نروح نلبسهم نحب دي قاعده تما في القهوه وندير لي فوتو سوفينير. كليت البامبالولي ما لبست كليت. شنو رايك؟ بنين بزاف ماكلتكم بزاف 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 بنينه، الماكله التونسيه بنينه الجزائريه، ما كاش اللي يقول لي هضره واحده اخرى في هذا. الله معناها الماكله التونسيه ابن من الماكله الجزائريه. ابن هذه واحد ما يهبط لي فيها. اي شنو كليت وعجبك؟ كليت المقلوبه شافانتي لي بلا كل شيء. لي بلا كيما شنو؟ كمونيه كسكسي فوالا هذوك بلان بزاف. تعلمت شي وصفه على الاقل؟ نو مازال جيت لتونس ذقت الماكله التونسيه معليش وما سالتش على الوصف. ندخل في اليوتيوب ونشوف وندير. باهي ما خير الكسكسي الجزائري ولا الكسكسي التونسي؟ سي كل واحد لوغو تاعو. بوغ موا تاع الجزائر باسكو موا الفابيه فهمتيني بصح افار الماكله الاخرى بزاف عجبتني انا. العباد لقيت رحيب من التوانسه ولا؟ لاباس عليهم يحبونا نحبوهم خاوه خاوه اكيد اكيد. باهي حسب رايك انت خلينا نقولوا شنو علاقة اليوم تزيري بالتونسي؟ العلاقة تاعهم والله مليحة علاقتهم، أنا حنا نحبوكم ما أنتم تحبونا. باش نجوا عندكم على بالنا واش كاين، بلي كاينة واحد العلاقة مليحة ما بيناتنا. هذه هي. برشا معناتها كلام نزراو فيه على الفيسبوك معناتها هكا يحاولوا فما عباد يحاولوا يفتنوا فما عباد يحاولوا هكا معناتها يفرقوا بين الشعوب. شو تحب تقولهم؟ نحب نقول لهم ما كلاه الهضره هذه زايده باسكو حنا خاوه خاوه وتوانسه بزاف ملاح ما مزيريين وان شاء الله نقعدوا دائما على علاقه شابه. هذه هي. قلت لي متزوجه وعندك صغيره؟ عندي ثلاثه، عندي ويصال وفراس وجواد. تحيه لويصال وجواد وفراس. وفراس ميرسي يعطيك الصحه. اي قداش عمرك صغيره؟ 33 33. وقداش عمرك وقت اللي تزوج؟ عرست 20 طن. 20 واش صغيره 20 نورمال تحملت مسؤوليه وعاد كونترير ولادي كبروا. انا ديجا بنتي عندها 10 اي كبرت هي مره معايا حاجه تفرحني كي نشوف ولادي كبار. اي قالوا لي حاجه نورمال في الجزائر زواج القصيرات عادي. ها متاع عمرها 15 و 16 سنه تزوج عادي. كيما نقولوا حنا تعقد على يد الجوج
عادي هو اللي يعطيها تصريح باش تزوج يعني شيء حكايه عاديه شيء هي عادي هو اللي يمدلها باش يعطيها لوتوريزاسيون وانت كامراه اليوم تشوف عادي انه طفله صغيره في عمر ال 15 و 14 و 16 سنه تتزوج بون الوقت اللي كان فيه قبل ودوكا ماشي كيف كيف جو بريفير يبعدوا شويه اه بس كان قبل ودوكا ماشي كيف كيف ما زلت صغيرة يعني عمرها 15 سنة تجيب صغيرة عمرها 16 سنة بزاف سوال بزاف سوال مراهقة ايه مازال هاني جاية هاي ليسونسيال نحكيو شوية على تعدد الزوجات هاي نروحو شوية على تعدد الزوجات هاي وش قولي اليوم أنت كامرأة جزائرية تقبل تعدد الزوجات ولا لا ما نقبلش نحبوا لي وحدي شو رأيك في الجزائريات اللي يقبلوا تعدد الزوجات؟ كل وحده وراي تاعها فوق موانا نو ما نحبش يجي يقول لك تعيش في ظروف مرتاحه ووليداتك معناتها في الامان ودارك مرتاحه لكن نحب نتزوج خاطر عجبتني وحده نو نو نحب وليا وحده هذه هي فوق موانا حبوا برشا زوجك باينه كان يسمع فيك شنو تحب تقول؟ نحبك بزاف هذه هي يعطيك الصحه ربي يخليك صغيره